واو، وصلنا نور لمساحتنا الطبية لليوم. رح نحكي عن آلام البطن عند الأطفال. كثير من السيدات ممكن يعتقدوا أنه آلام البطن عند الأطفال هو سببه البرد فقط، وخصوصا بهي الظروف أو بفصل الشتاء بالعموم، ولكن آلام البطن عند الأطفال هي مؤشر ممكن تكون لمرض آخر. إمتى بنعرف أنه هي مؤشر لمرض آخر وكيف يجب التعامل معه؟ إمتى بنذهب للدكتور وبنبتعد عن الوسائل التقليدية المنزلية؟ كل هاي الأسئلة رح نبحثها مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور عامر زينب، وهو اختصاصي في جراحة الأطفال وحديثي الولادة. يسعد صباحك دكتور عامر، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم يا حبيبي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يمكن موضوع بيشغل بال كثير من الأمهات، خصوصا مع حديثي الولادة أو أطفال الرضع، لأنه آلام البطن هي معروفة أنه آلام بطن بيكون اخذ برد، بتعطيه مسكن. لا، في جوانب اخرى. خلينا نعرف للمشاهدين او للامهات، لما تكون آلام البطن هي مشكله صحيه عابره او بتكون هي مشكله غير صحيه عابره؟ تمام. هلا اول شيء، الالم البطني ما هو مرض بحد ذاته، هو عرض لشيء اخر يعني. هلا عند حديثي الولاده اكيد، او حتى مرحله الطفوله الباكره لعمر السنتين تقريبا، الطفل ما بيعرف يشرح، ما بيعرف يقول حتى انه بطني عم يألمني. بس في شيء اسمه مغص الرضيع معروف، في شيء ممكن الام تلاحظ انه تطبل بالبطن، ممكن تلاحظ اقياءات متكرره. هي يعني ما عندي طفل انا بهذا العمر قادرين انه نحدد او نجزم انه في الم بطني الا بفحص معين. بالاعمار الاكبر اكيد الطفل بيقول انا عندي الم بطني. هلا امتى بيكون هذا بعمر الرضاعه الباكر شيء مهم ولازم الام تراجع فيه؟ وقت الاكيد بيكون مستمر، وقت الطفل ما عم يهدى ابدا. ممكن الأم يعني تخطئ أحياناً بتقدير الوضع، أنه الطفل بكى أول يوم وثاني يوم وثالث يوم وهي عم تعالجه بوسائل تقليدية، بس قد تكون هذا عم يخفي شيء مهم فعلاً. هلأ بعمر الطفولة الباكر، بعمر 3 أسابيع أو 4 أسابيع، ممكن يخفي شيء اسمه مثلاً تضيق عضلة البواب، اللي هو بيكون تضيق بمخرج المعدة. هذا الشيء بيترافق مع جوع دائم، لأنه الطفل بيرضع وبيستفرغ، لأنه بيرضع بيستفرغ. في عندي تضيق ما عم يخلي الحليب والمواد اللي عم تهضم المعدة، وهي الحليب بهذا العمر، انه يمر على الامعاء، فالطفل عنده جوع دائم. هلا بعمر اكبر ممكن كمان تخفي قصص مهمه عند الطفل. فنحن دائما بنوصي الام انه اي مشكله عم تحسيها مستمره اكيد ما تتصرفي فيها لحالك، استشيري طبيب، لانه قد تخفي فعلا شيء مهم. نعم. طيب دكتور، هي يعني مثل ما حكيت آلام البطن هي عرض اكثر من ما انها تكون مرض. أكيد. ولكن بالعموم يعني اللي بيقرا او اللي بيسمع عن آلام البطن عند الاطفال فبيعرف انه هي مؤشرات لامراض متعدده ومختلفه. تماما. خلينا نحكي عن بعض هي الامراض. تمام. والاعراض المرافقه للام تكتشف انه الم البطن يعني هيك، اذا ترافق مع هيك معناها هيك. أوكي. هلا نحن تقريبا بالترتيب الاشياء عند الاطفال، سبب الالم البطني هو عدم التحمل، او نحن بنسميه عسر الهضم. يعني انا ابني مثلا عمره 3-4 سنين طابخه ملوخيه بالبيت، ممكن بعض الاطفال ما يهضموا مضبوط، يصير في عندي سرعه بحركه الامعاء، تعمل لي شويه مغوص. البرد مثلا ممكن كمان يعمل لي هي السرعه بالامعاء، يعمل لي مغص بطني مع اسهال خفيف. هي اشياء سبب للالم البطني. الطفل بيضل، في كثير اطفال يعني ما عندهم تقدير انه البلاط بارد، لا إشي له حجرابات، ومثلا ما بيقعد غير على البارده. هي شكايه الامهات جميعا. هذا الشيء اكيد راح يعمل لي شويه خلل بحركيه الامعاء مع الم بطني. هذا الالم البطني العابر اللي ما هو مهم، اللي ما بيترافق اصلا مع اي شيء اخر، لا ترفع حروري لا اقياء، مع اسهال كثير بسيط تتجاوز الطفل بعد فترة بسيطة يعني. هلأ أي ألم بطني تجاوز الـ6 ساعات، أي ألم بطني ناتج عن رض، مثلا ابني قاعد على طيرابيزة شوي عالية وقع إجا على بطنه سبب له ألم بطني، أي ألم بطني ترافق مع أعراض مرافقة مثل حرارة شديدة، مثل إقياءات متكررة، مثل إسهال شديد، أكيد هالألم، هاي العلامات الثلاثة أو الأعراض الثلاثة هي بتحتم على الاهل انهم ياخذوا ابنهم لعند طبيب ليفحصوا ويشوفوا. ممكن نطلب استقصاءات ثانيه مثل ايكو، مثل صوره، مثل تحاليل مخبريه، لنحط ايدنا على سبب هذا الالم البطني. لانه فعلا الالم البطني اذا اغفل،
السبب المهم اللي ممكن يكون جراحي مثلا مثل التهاب زايدة. يعني أنا كتير مرضى بيراجعوا صار له الطفل يومين ألم بطني ما بيخطر على بال الأم إنه هو زايدة بهذا العمر. حتى لا بس حتى ثقافة إنه الأم تكون هي الدكتور كمان لازم هي نوعا ما نبتعد عنه، لأنه بتلاقي مثلا الرضيع مثل ما قلت أو الطفل الصغير ما بيعرف يعبر من شو الألم، فبتلاقي دائما أول احتمال إنه ممغوص بطنه عم يوجعه دائما أو مسكن. تسأل جارتها إيه تمام، لازم يكون في استشارة، لأنه ده أكيد في لكل عيلة طبيب أطفال، يعني لازم اعمل له تليفون صغير قبل ما نروح لعنده على العياده مشان نستفسر، لانه كثير من اليوم عم نشوف من الادويه ان كان مسكنات او كثير مضاد التهاب او شيء، حتى لو انت عم تاخذها وهي سليمه كمان تعمل اثار جانبيه للطفل بالغنى عنها. ما المشكله بس الاثار الجانبيه، هلا احيانا بتغطي لي المرض الاساسي تمام، بتغيب بتشتتك عنه تماما. يعني مثلا طفل التهاب زائده صار عنده بلش طبعا التهاب الزائدة ألم تصاعدي، صار عنده شوية ألم بطني، بلشت الأم تعطيه مسكنات قوية، الطفل ما عاد يشكي فعلا من ألم كتير كبير، بيأخر لي ظهور الأعراض والالتهاب فعال يعني شغال الالتهاب، فبيوصل الطفل لمرحلة إنه هو وضعه سيء بس التسكين القوي عم يتأخر بكشف، عم يتأخر بكشف الزائدة بكشف العوارض حتى تماما. دائما أي ألم بطني برجع بعيدهم، تجاوز الست ساعات، أي ألم بطني ناتج عن رض، أي ألم بطني ترافق مع أعراض الإقياءات الشديدة. طب إذا هو كان ألم بطني مثل ما قلت يعني مثلاً قعد ساعتين ثلاث ساعات الولد وخلص، بس هو متكرر بشكل يومي كمان قلت هلا التكرار أكيد هذا بده استقصاء، بس نحن عم نحكي هذيك الأعراض هي يعني شكل إسعافي أنا بدي راجع الطبيب. هلا الألم المتكرر على نحن نسميه الألم البطني المزمن اللي بيرجع لفترات طويلة بشكل شبه يومي بشكل أحيانا أسبوعي، هذاك له طيف آخر من الأمراض ومهمة جدا بتدخل بتشخيصها كمان متعددة جدا مثل حمى البحر الأبيض المتوسط، أحيانا تكشف لي أمراض دموية مثل التلاسيميا والمنجلي، فكمان هي بدها استشارات، بس نحن عم نحكي على الوضع الإسعافي اللي ذكرناه هون. نعم. طيب كمان دكتور يعني بعض الأطفال خلال فترة الانتقال من الحليب أو مرحلة الحليب ليبلشوا بيدخل شوية الأطعام عندهم، ممكن البعض يتعرض لكمان مغص معدة، الأهل أو المحيط بيقول عادي لسه هلأ ما عدتوا عم تتقبل الأكل الجديد، هذا يعتبر عادي، إمتى أنا بعتبر بهي المرحلة طبيعي وإمتى بقول لا هو مؤشر لأمراض هضمية يمكن عند الطفل؟ تماماً. هلأ دائماً عند إدخال أي مادة غذائية جديدة للطفل، وهي مرحلة الإدخالات الغذائية اللي تمتد بين عمر 6 أشهر تقريباً للسنة، أي مادة نحن عم ندخلها جديد ممكن تعمل لي شوية عدم تحمل غذائي، بتتجلى بنفخة بطن، أحياناً أقياء، أحياناً غازات شديدة بالبطن ممكن نشوفها عند الطفل. هذا كله طبيعي. إمتى نحن بنقول إنه هذا الشيء ما هو طبيعي ولازم نتابعه؟ في بعض المواد بتعمل لي حساسية شديدة عند الطفل، مثلا بعض المواد الغذائية ما بيتحمل الطفل أبدا وهي بدنا نحميه عنها لفترات طويلة، مثلا في مادة اسمها الجلوتين، عدم تحمل الجلوتين بيعمل لي أعراض شديدة، إسهال شديد جدا، ألم بطني شديد جدا، وسببها فعلا هو عدم التحمل الغذائي لمادة الجلوتين موجودة بمواد غذائية أهم القمح. ف لما بتصير أعراض شديدة ومستمرة كل ما أنا أدخلت هيدي المادة الغذائية ظهرت هالأعراض، أنا لا لازم راجع طبيب الأطفال يعمل لي فحوصات معينة إنه فعلا هذا الطفل عنده حساسية لهالمادة، ولازم أكيد نتعامل معها إن كان حمية كاملة إن كان قلب له حميته لمواد بديلة، لأنه بتعرف كل مادة غذائية لها أهميتها بإدخال الطفل. بالختام دكتور خلينا نوجه بعض النصائح لكثير من الأمهات كمان حديثي لأطفالهم حديثي الولادة، لأنه مثل ما قلت يمكن موضوع أعراض آلام البطن أو المشاكل الصحية لآلام البطن هي واسعة، فخلينا نلخص بعض النصائح وأيمت فينا نتوجه لعند الطبيب بهي الحالة. النصيحة الأهم أنه ما نتصرف كأطباء بالمنزل، الأعراض البسيطة ممكن أنا مع أنه تشربوا كاسة زهورات، ممكن تعطيه جرعة مضاد تشنج مثلا، بس في حال الطفل ضل على مشكلته أكيد براجع الطبيب.
عند ظهور عند حديثي الولادة أي إقياء ملون بلون أصفر أو أخضر، هذا شيء يدل على مشكلة جراحية غالبا. أنا راجع الإقياءات المتكررة بسن الطفولة هي أكيد وراها شيء، إن كان إنتان بولي، حتى الإنتانات البولية ممكن تعمل لي إنتانات إقياءات متكررة. أي ألم بنرجع نعيدهم للمرة الثالثة يستمر أكثر من 6 ساعات، يترافق مع أعراض الإقياءات المتكررة، الحرارة الشديدة أو الإسهال الشديد، الألم الشديد، الألم البطني الناتج عن رض، هي كلها آلام بطنية حصراً لازم تتعالج عن الطبيب أو يتابعها الطبيب. نعم، يعني بالختام نتشكر وجودك معنا دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وإن شاء الله كل السيدات اللي عندهم أطفال يكونوا استفادوا من هاي المعلومة. شكراً لك. شكراً لكم، أكيد متمنى الخير لكل الأطفال والأمهات. أكيد متمنى الخير لكل الأطفال والسلام الصحية أكيد. مشان كمان السلام لقلوب أمهاتهم. نتشكرك دكتور عامر زينب أخصائي جراحة أطفال وحديثي الولادة على وجودك معنا. شكراً كثير لك.